الإيمان باليوم الآخر سيأتي معنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يتضمن كل ما يكون بعد الموت، البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم في يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، حفظ النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. أما الإيمان بالقضاء والقدر كذلك يأتينا إن شاء الله تعالى أن له مراتب أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. نعم. يبقى معنا أن الإيمان بالله ذكرنا يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله، ودل على وجود الله إجمالا، أي الأدلة إجمالا على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. وهذا تقدم معنا ولله الحمد في شرح الأصول الثلاثة وكذلك في كتاب التوحيد. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف، من هذه التبعيضية من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالأسماء والصفات، وهو أراد في هذا الموضع أن يبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. فالآن بدأ بصلب الموضوع. نعم. وما زلنا في المقدمة. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخذنا فيما تقدم تعريف توحيد الأسماء والصفات. قلنا مجرد تقول توحيد قل إفراد، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه، أي في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الأسماء والصفات توقيفية، أي يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نتجاوز القرآن ولا الحديث كما ورد هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. وذلك بماذا؟ بإثبات ما أثبت نفسه. إذن لابد من الإثبات والتنزيل، والمعاني معلومة، الكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بذلك. وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه، أي في الكتاب والسنة، ونفي ما نفى عن نفسه. ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية؟ طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيها عن الله كما نفاها عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد. يعني نفي وإثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. يعني تقول مثلا على ما سيأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم، ننفيها عن الله كما نفى عن نفسه ونثبت كمال الضد. نقول أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ونثبت كمال الضد. نقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله. طيب، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، التحريف هو الانحراف، أي الميل في باب أسماء والصفات عما يجب فيها. يجب فيها ماذا؟ إثبات وتنزيه، وأن المعاني معلومة، الكيفية علم عند الله، والسؤال عنها بدعة. فالتحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. إما تحريف في الألفاظ أو في المعاني، تحريف إما في اللفظ أو في المعنى. تحريف لفظي هذا في الغالب لا يقع إلا من جهل، كما حرف البعض قول الله تعالى وكلم الله بنصب لفظ الجلالة وجعل الذي تكلم موسى عليه الصلاة والسلام. ورد عليهم بعض العلماء قال ما تقولون في قوله سبحانه وتعالى وكلمه ربه، هذا تحريف لفظي. تحريف في المعنى، يقول استوى بمعنى استولى. طيب،
طيب، وسيأتي بإذن الله تعالى الرد على من يقول أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أن هذا لم يرد في اللغة ومخالف لظاهر النص إجماع السلف وليس عليه دليل، وسيأتي إن شاء الله تعالى. من غير تحريف ولا تعطيل. لماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ أولا لأن هذا الذي جاء في القرآن يحرفون الكلم عن مواضعه. الثاني أنه هذا أقرب للعدل، اعدلوا، وأقرب للتقوى. ولأن التأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم الأمر الرابع أنه هذا أبلغ في التنفيذ عن هذا الأمر وهو التحريف. لماذا؟ لأنك لو قلت لفلان من الناس أنت محرف يغضب ويرتدع، ولو تقول له أنت مؤول يفرح. نعم، لأن التأويل يأتي بمعنى تفسير، تأويل هذه الآية تفسير هذه الآية. طيب، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل التخلية والتركة، وبئر معطلة أي مخلاة متروكة. التعطيل أي تعطيل الأسماء والصفات، وهو إما تعطيل كلي أو تعطيل جزئي. التعطيل الجزئي كتعطيل الأشاعرة، والتعطيل الكلي كتعطيل الجهمية. وبهذا تعلم أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم ينكرون كل الصفات، يثبتون سبع صفات فقط، فليسوا من أهل السنة والجماعة. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف. التكييف يسأل عنه بكيف، التكييف يسأل عنه بكيف، كما قال الرحمن عرش استوى، قال كيف استوى، هذا السؤال عن الكيفية. فالتكييف محرم سواء كان باللسان تعبيرا، أو بالبنان تحريرا، أو بالقلب تقديرا. هذا الأخ الآن يعني نريد تفهم معنى التكييف. هذا الأخ اشترى سيارة، اشترى سيارة، فهذا يقول كيف هذه السيارة؟ هذا السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية، أي كيفية السيارة. فهذا أخبر عن كيفية السيارة، يقول السيارة لها أبواب أربعة وكذا وكذا وكذا. هذا تكييف بماذا؟ باللسان. أو يرسم هذه السيارة على ورقة، هذا تكييف بالبناء. أو يقدر شكل لهذه السيارة في قلبه. هذه الأمور الثلاثة ما يمكن أن تكون في صفات الله. لماذا؟ لا نستطيع أن نكيف صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا لم نرى الله. كيف تدرك الكيفية؟ قال تدرك الكيفية إما بالمشاهدة، أو بمشاهدة المثيل إذا كان لهذا الشيء مثيل، أو بخبر الصادق. ونحن لم نرى الله وليس له مثيل، ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عن الكيفية. هل معنى هذا أننا ننكر الكيفية؟ لا، نحن نثبت لله سبحانه وتعالى كيفية تليق به سبحانه وتعالى، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. ولهذا لو قال قائل مذهب أهل السنة والجماعة التكويف، نقول هذا الكلام باطل. مذهب أهل السنة والجماعة تفويض العلم بالكيفية، وإلا فأهل السنة والجماعة يثبتون لله كيفية رب سبحانه وتعالى، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. كما في ما أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين في الجنة، نسأل الله من فضله.
الآن في الجنة نخل وزيتون ورمان، هل تعلم كيفية هذا النخل والزيتون والرمان؟ لا. تقول له كيف؟ كيف لا نعلمه؟ نعم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لماذا قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ قال لأن هذا الذي ورد في القرآن ليس كمثل شيء. الثاني أن ما من شيء في الوجود إلا وبينهما قدر يشتبهان فيه، حتى وإن كان في الاسم، تقول رأس المال ورأس الإبل ورأس الوادي أو الجبل، رأس ورأس ورأس، لكنها تختلف بحسب ما تضاف إليه. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، قلنا تمثيل الذي جاء في القرآن، وهذا أن ما من شيء في الوجود إلا وبينهما قدر يشتركان فيه. الثالث أن المخالفين لأهل السنة يرمون أهل السنة بماذا؟ بأنهم مشبهة وشكاكة ونواصب وغثاء ووهابية وغيرها، يلقب أهل السنة بألقاب حتى ينفر الناس عنهم. من يعيد لي ما أخذ الآن؟ يعيد لي القسم الثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صفات الله عز وجل توقيفية، أن الأسماء والصفات توقيفية. ما معنى أن الأسماء والصفات توقيفية؟ لا أخذ هنا. نعم. يتوقف فيها لا اجتهاد ولا عقل، ولا بد من الرجوع في إثبات الأسماء والصفات إلى الكتاب والسنة الصحيحة. وعلى ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تجاوز القرآن والحديث من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل غير هذا. نعم، أخذنا ما يتعلق بتعريف الإيمان لغة وشرعا وشرحا، أركان الإيمان الستة وغيره. نعم، فهذا إما نعم هذا إشارة إلى ما في ذهن المؤلف، لأن الكتاب تركب في ذهنه، أو هذا باعتبار حال القارئ، أو هذا أنه كتب الكتاب ثم بعد هذا كتب المقدمة فتح الله عليه غيره. نعم، خليك جاهز. ذكرنا أن التحريف ينقسم إلى قسم لفظي ومعنوي. تحريف في اللفظ وهذا لا يقع من جاهل، وتحريف في المعنى. طيب، ولماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ هذا الذي جاء في القرآن وأقرب للعدل والتنفير من هذا الفعل، وأن التأويل ليس كل مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. نعم، التعطيل التخلي والترك، وإما تعطيل كلي أو جزئي، وبهذا نعلم أن الأشاعرة ليس من أهل السنة والجماعة. نعم. من هم أهل السنة؟ جماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، واجتمعوا عليه ولم يتفرقوا. أن الاعتقاد معناه عقد بينك. نعم. فأنت الآن عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسوله، تكون كالناذر. نعم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ناذر امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتعقد عقد مع الله سبحانه وتعالى بأن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وغير هذا. نعم. الفرقة أي أنهم طائف وناجية في الدنيا وفي الآخرة، منصورة ينصرهم الله إلى قيام الساعة، أي إلى
قرب قيام الساعة. نعم. نعم. قلنا التكييف يكون إما بالقلب أو باللسان أو بالبنان، وكل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك، لا يمكن أن تدرك الكيفية أصلا. لماذا؟ لأن الكيفية تدرك إما بالمشاهدة أو بمشاهدة المثيل إذا كان لهذا الشيء مثيل، أو بخبر الصادق. وقلنا لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل، إذا هذا قول على الله بلا علم. طيب، اللهم نكتفي بهذا المقدار. بعد العصر إن شاء الله تعالى تحضروا لنا، يعني كل واحد منكم حضر لنا آيات في إثبات صفة أو اسم من أسمائه. مثال الآيات في إثبات صفة المجيء والإتيان التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى تحفظها. الآيات في إثبات مثلا صفة العلم الرحمة، وهكذا. كل واحد منكم يحفظ آيات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات صفة أو اسم من أسماء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. بالنسبة للذين لم يدرسوا كتاب التوحيد لا إشكال أن يحضروا معنا، لكن بشرط أن يتابعوا الدروس إما عبر الأقراص أو عبر الموقع أو عبر المدارسة مع الشباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.